أحمد حسن ضد الكاميرون في ربع نهائي كاس أمم إفريقيا 2010 مر بمشاعر متناقضة كتير، والحسن الحظ إنها جت في صالحه وفي صالح منتخب مصر. الصقر كان بيستعد للمباراة 170 ليه كعميد لاعبي إفريقيا من المباريات الدولية وكسر رقم حسام حسن، وفجأة من ركنية اتسبب في هدف عكسي. ميزة أحمد حسن إن عنده ثبات، لو لاعب تاني هيخرج بره جو المباراة، سجل هدف مباغت من مسافة بعيدة ماركة الصقر عشان يرفع التيشيرت اللي عليه رقم 170، وفي الشوط الإضافي سجل جده البديل هدف، والصقر سجل هدف ثالث من شوطة برضو اتحسبت رغم ان الكورة ما دخلتش. بعد الماتش وقتها خرج الصقر وقال انه سجل 3 اهداف في مباراة مهمة في مسيرته، منها هدف عكسي واتنين في مرمى الكاميرون. احمد حسن عنده ارقام قياسية كتير في امم افريقيا، منها الصدارة مع ريجي بيرتسونج اكتر لعيبة شاركت في امم افريقيا برصيد 8 بطولات، وكمان هو اكتر لاعب حقق اللقب بالتساوي مع عصام الحضري ب4 القاب، وهو اللاعب الوحيد اللي فاز بجائزة افضل لاعب في البطولة مرتين في 2006 وفي 2010.